السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف إيه هو رقم، إزاي تعرف خطك في شركة أورنج، في خط أورنج أو موبينيل سابقا. يعني في رقم بتضربه بتعرف منه رقم خطك اللي شغال دلوقتي لو أنت ناسيه أو لسه جايبه جديد محفظتوش. الرقم هو شباك. طبعا في أورنج أغلبية الأرقام بتبدأ بشباك، واحد واحد الأرقام السريعة 9 شباك، شباك 119 شباك، وتدوس اتصال بيظهر لك رقم الموبايل اللي شغال عندك. ده كود معرفة رقم خطك في اتصالات. كود معرفة رقم خطك في اتصالات، هنمسحه ونكتبه تاني، شباك 119 شباك، وتدوس اتصال بيشتغل خلاص معاك، بيطلع لك رقم الخط بتاعك. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، شكرا ليكم جزيلا، بنحاول نجيب لكم اغلبية المعلومات، وانتظرونا في فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.